خلينا نعاود نمشي مرة أخرى لسيوسف الصديق. نحب نسأل سؤال واقعي باش نربطوا موضوعنا بالواقع اللي تعيشه تونس اليوم. لو تم فصل الدين عن الدولة، ماذا يعني ذلك؟ هل ستكون هناك وزارة شؤون دينية؟ هل سيتم تدريس الإسلام في المدارس؟ وهل سيتم ربما تدريس الديانات الكل في نفس المدرسة؟ كيفاش ترى واقعيا فصل الدين عن الدولة؟ شنو النتائج متاعه إن كان خيار تونس؟ تفضل. أنا أعتقد، ولكن لا أريد أن أخيف مواطنية ومواطناتي التونسيين ولا في البلدان العربية الشقيقة، أعتقد أن الدودة هي الآن في الثمرة، وإن الحرب الأهلية هي لها مستنداتها، لأن كل الأماكن باسم السلطة الدينية التي عند فلان وعند فلان، ليست لا في نص ولا في إيحاء، فلان قرر أن يكون هالمسجد لي هو، ومسجد لي هو أنه هو الحاكم فيه. وقيل لي في إذاعة تونسية اسمها إذاعة كلمة، أحد الشيوخ من جمعية الأمر بمعروف ونهي المنكر، لو لامست جدران الجامع لضربت، لو لامست لعلي سأتوب، لعلي سأذهب وأتوب. هذا الإجحاف الموجود الآن سي، حتى ولينا ندخل الجوامع فنجد فيها السلاح. لذلك واقعيا أنا أعتقد واقعيا الآن صارت ما يرام من تطبيق الشريعة وجعل الدين هو الذي يحكم الإدارة التونسية وغيرها من الإدارات، جعل الحرب الأهلية موجودة، أنه أنا أعرف الله أكثر منك وأنا سأحكمك باسم الله، ولا يعطى لإرادة الله، فلو شاء ربكم لآمن في الأرض كلهم جميعا أنت تكره الناس حتى جاوبني على سؤالي. لا، هل يجاوبني في سؤالي؟ هذا هو صلب الموضوع، هذا صلب الموضوع. الآن صرنا نحكم من طرف ناس يمتلكون مساجد لهم هما، ولا يمكن لأي إنسان مثل هذه الساعة أن يعترض عليهم ويخاطب بالعنف الشديد. نعم، وصلت الفكرة هذه. لو تسمح أحمد الشديد، هذا الرجل الذي أمامي ويخاطبني قال في مسجد في عبد الأوهام تعالوا نلعب به الكرة. سيوسف أرجوكم، ما بعد شوية تحطوا فيها النقطة هذه. سيوسف، هل هذا يعني أنه الدين ما عادش يتقرأ في المدارس والمعاهد؟ بيع الدين، انا من اللي عمري 4 سنين نقرا في الدين ونقرا في الحديث النبوي ونقرا في السيره النبويه، من اللي عمري 4 سنين وانا اقولها وعندي شهاد من توزر ومن البلد الذي نشات فيه. طبعا لا بد ان تكون هناك مساجد ومحاريب وائمه الى اخره. وزاره الشؤون الدينيه ماذا يمكن ان تكون مهمتها؟ لا اعتقد في وزاره الشؤون الدينيه انها مجديه، لانه كوزاره الاعلام وزاره الشؤون الدينيه ستدير دينا معينا دون عيد دون دين، وستجحف دينا دون دين آخر. لذلك يجب أن تكون إدارة محايدة في أحد الوزارات، وأن تعتني بحراسة المساجد والذود عنها. نعم، وتنظيفها فقط، وأن يتناوب الأئمة على المساجد، وأن لا يعطى لإمام مسجد خاص به فيصبح هو الكاهن لهذا المعبد. وصلت الفكرة سي يوسف. سي البشير، نفس المشكلة. نحن إذا اختلفنا في الأصل بالضرورة سوف نختلف في كل الفروع. لا زال ينظر إلى المسجد نظرة الكنيسة، لا زال ينظر إلى أهل العلم نظرة الرهبان، النظرة الكهنوتية. هذه المشكلة. ما شاء الله. سي يوسف لحظة، سي يوسف أنت أنكرت وجوب الخمر، أنكرت تحريم الخمر علنا، أنكرت تحريم الخمر، أنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنكرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت قلت أنك قرآني لا تعترف بالسنة، هذه أقوالك أم لا؟ أنا أفنده. سيوسف سي بشير، قديش غير صادق. أنا أمسك الملأ وعنفه. يعني خلوني نرد عليك. سيوسف لحظة. نحن أهل سنة وجماعة في تونس، والمذهب السائد في تونس هو مذهب الإمام مالك، ولو التزمنا بمذهب مالك لكنا على خير، ولا نصل إلى هذا المستوى المنحدر مع الأسف. إذن القراءة واضحة كما قلت آنفا، هناك نصوص قطعية الثبوت والدلالة، هذا لا جدل فيه، هناك إجماع منعقد منذ 14 قرنا لا يجوز لأحد أن يخرمه، فيخرج علينا واحد يشكك في وجوب الحجاب، والثاني يشكك في تحريم الخمر، والثالث يشكك في الحدود الشرعية. يعني هذا المستوى الذي وصلنا إليه نتيجة الجهل المركب الذي أصابنا، والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط. أن يجهل الإنسان أنه جاهل بالحكم،
هذه مشكلة. فنحن إذا التزمنا بشرع الله سبحانه وتعالى، ثم اللي قال أنه يراد بالعلمانية الحاد، ما رأيكم في هذا؟ ثم يقول لك الدين الإسلامي الحنيف قدم لنا طريقة لتسيير دولة ناجحة، فلماذا الابتعاد عنه؟ تفضل سي يوسف. قبل كل شيء أريد أن أرد على التجني أني أجيز تحريم، أجيز شرب الخمر ومعاقرة الخمر، أنا أحيله. أنكرت تحريمه، قلت لا يوجد نص صريح. أحيل إلى حصة معروفة اسمها لباس، سئلت هذا السؤال بالضبط فقلت أنه حرام، لأن اجتنبوه في العبارة إن الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هي في نفسها اجتنبوا الرجس من الأوثان. لذلك إذا كان أجزنا الخمر فنحن نجيز الأوثان. طيب، هذه قلت بالحرف الواحد وأحيله، وهو لا يسمع ولا يقرأ. طيب، وصلت لا يسمع ولا يقرأ، لأنه هذا مش موضوعنا. الإجابة على المواضيع، على الأسئلة اللي طرحوها المشجعين بالتويتر. أنا لا أعتقد العلمانية الحاد، ما رأيكم والدين الإسلامي الحنيف؟ أنا لا أعتقد أن هناك مفكر يمكن أن يكون ملحدا، أي أنه ينكر وجود الألوهية إلها كان وثنيا أو مسيحيا أو بوذيا. أعتقد أن الألوهية هي من فطرة الإنسان كما قيل ذلك في القرآن الكريم. أنا أعتقد أنه كل واحد لا يمكن أن يكون ملحدا. أنا أولا أؤمن وأقولها صراحة قدام 300 مليون عربي إن كنا يعاودوها يشوفوها، أني أعتقد أن الموت حق، وأني موجود بين دفتي مولدي ومماتي، ولذلك لا أعلم أبدا شيئا عن مصيري، لكن أعتقد أني سألتزم بما جاء من سورة من 23 آية 23 من سورة الإسراء، من وقضى ربك ألا تعبدوا إليه حتى آخر الآيات التي تأمرنا بأشياء، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولا تقربوا ولا تقتلوا النفس إلا بالحق إلى آخره، ما نحفظهاش كل سمحني. أما هك مجموعة الآيات هذيك أنا ملتزم بها، على أني أعتقد أنه لو كان أحدكم على قدر ذراع من الجنة كما هذا يتصور روحه لدخل النار، وعمل بعمل النار دخل النار، والعكس بالعكس، لو كان أحدكم ونعرف اللي أشرف اللي أمام الله عز وجل، أمام الله عز وجل أشرف من أي متقي الآن نشوفوه ونحكيه له، أشرف منه الذي يقال أنه فاسق واسمه أبو نواس، والذي قال في آخر حياته بعد أن تاب: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. هذا عندي أنا أكبر إنسان. الفصل الأول من الدستور يقول: تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الجمهورية نظامها، العربية لغتها، والإسلام دينها، بالتالي هل أن هذا فيه مزج بين الدين والدولة أم لا؟ السؤال موجه لك سي يوسف، نرجع لك باش نتحدث على النقطة هذه فيما خص الفصل الأول. هل يمكن أن نقول أن هناك أن الفصل هذا حسم الجدل في هذه النقطة؟ تفضل سيدي. أنا لما تقدمت لترشحي، مع الأسف لم أنتخب للمجلس الوسط الوطني التأسيسي، اقترحت أن يحذف هذا الفصل وأن يتبوأ مكانا أرفع في توطئة إلزامية، أي أننا نقول أن تونس بلد إسلامي كما نقول أن فيها جبل الشعبي أو يحدها شرقا البحر المتوسط، حتى لا يكون هناك نزاع وتكون توطئة إسلامية. أما أن يكون فصلا يحتمل أن يعاقب على تركه أو يترك المرء إن طبقه، فهذا لا، هذا يتناقض. أنا أريد أن أرفعه إلى أكثر من هذا، أن يكون في توطئة إلزامية، حتى أنا أعتقد أن من طبيعة المجتمع التونسي أنه إسلامي في أغلبيته الساحقة، وأن يكون فيها مواطنون عاديون يهود أو مسيحيون كأن استأثروا بالمواطنة، وهذا لا يمنع أن ننزع صفة الفصل صفة الفصل عن هذا، لأنه يتناقض مع حرية المعتقد مثلا وحرية الضمير. هذا جوابي على هذه المسألة.